السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. مدينة بيتر، بنعمل حلقة النهاردة. شفتوني في بيتر كتير، عادي مش جديد. المهم، حلقة النهاردة هي بخصوص من يقود العالم. عادة كان اللي بيقود العالم تاريخيا، سريعا كده أقول لكم حاجة تاريخية، كان أقطاب زي فرنسا وبريطانيا محتلين معظم العالم، وبقية العالم التاني بيمشي وراهم وبيستسمحهم وبيتحامى فيهم، ولما حد بيحصل له حاجة بيروح لهم، يعني هم دول الكبير بتوع العالم. وكان في عصبة الأمم بعد كده، إيه، الأمم المتحدة اللي ملهاش لازمة، لأن فعليا اللي كان بيملك العالم أو بيحكم العالم هي الاتحاد السوفيتي وأمريكا، هي أكبر قوتين منتصرين في المعركة. اما بقى فرنسا وبريطانيا والحاجات دي فهم متقزمين اصلا من الحرب العالميه الثانيه، وجم بعد كده كملوا على نفسهم بحرب 56 اللي قزمتهم اكتر حكومه واراده وشعبا وكل حاجه. زمان كان في برضو الرومان والفرس، زمان كان في البيزنطيين، زمان كان في الدوله العثمانيه، ولكن بيجي وقت كده بتلاقي ان الكبير بتاع العالم بدأ يبقى هفأ مهزأ. تخيل انت بقى دلوقتي مين اللي بيملك العالم؟ شوية مراكز قوة بس، فعليا الدولة اللي قدامك اللي بتحكم هي امريكا. في مراكز قوة اقوى من امريكا بس في اماكن مختلفة. هل تقدر تقول ان مراكز القوة اللي موجودة في امريكا بس هي اللي بتحكم؟ في مراكز قوة موجودة في الهند، في مراكز قوة موجودة في الصين، في مراكز قوة كانت موجودة في روسيا دلوقتي اتحجمت بشكل كبير بسبب العقوبات. مراكز القوة دي هي اللي بتحكم بيزنس العالم وحركته، وبتحكم احيانا في تصرفات الشعوب بالميديا يعني، وبالاجراءات الاقتصادية والاجتماعية وحاجات كتيرة، وبينتجوا افلام ومسلسلات. سيبنا من الجزء ده، خلينا في الدولة اللي احنا شايفينها امريكا. امتى بتسقط الكبار بتوع العالم؟ اما يبتدوا يبقوا يعني يخسروا في معارك كتيرة او معارك صغيرة ويبتدي ايه يضمحلوا، اما يحصل ثورات عندهم من الداخل، اما يبقوا هفقوا مهزئين. عندك دلوقتي دولة زي امريكا اصبحت يعني كسياسات ومهزئة، فلما يبقى كبير العالم رقم واحد مهزئ، وروسيا اللي هي رقم اتنين مثلا، او الصين، الصين يعني ممكن خايفة من عقوبات امريكا لسه مش عارفة ترفع دماغها، والهند دلوقتي قوة صاعدة بقت هتبقى رقم تلاتة قريب، بكرة افكركم ان شاء الله، وروسيا في العقوبات معكوكة وفي حرب أوكرانيا، ف يعني قوتها قلت كتير عن قبل كده. فعندك الكبير أمريكا زي ما بقولكم يعني الشخصية المهزأة لإدارة العالم. أنهي دولة قولي دلوقتي بتحب أمريكا؟ طيب الاحتلال الكلاسيكي الفرنسي، في دولة في أفريقيا دلوقتي شعبها بيحب فرنسا؟ كلهم قرفانين منها، حتى الحكام اللي هي فرنسا معيناهم بدا جزء كبير منهم يتمرد، يقول لك لا لا انا مش عايزين بقى قوات فرنسيه عندنا، كفايه بقى حكمتونا كتير. فالاحتلال الكلاسيكي فاضل ليه ديول كده بتتقطع، بينما الاحتلال الحالي اللي هو الامريكان مثلا او امريكا، مفيش دوله تقريبا في العالم دلوقتي بتحبها. انت مش محترم كامريكا، يعني مش محترم في اي بلد، ده مستنيك يعني مستنيين امريكا تديها بس ظهرهم دقايق مش ثواني، يعني دقايق ويدوها على طول. كلها امريكا اللاتينيه مش طايقاها، معظم امريكا اللاتينيه، جزء كبير من الدول الافريقيه اذا كانش كلها، جزء كبير من دول اسيويه، يمكن نص اسيا مش كلها، اوروبا بدات تقلب على امريكا. انتوا بقى بصوا مشروع مارشال خنقتونا بيه سنين كفايه بقى، فبداوا برضو ايه بعض الاصوات في اوروبا كده يقول لك لا لا امريكا انت كفايه عليكي كده. فتقريبا في حركة تمرد كده من العالم ضد أمريكا، وبقى لها مدة طويلة. أمريكا يمكن كان بتتسم بالحيادية في بعض القضايا الدولية، ولكن الآن مين بيحب أمريكا؟ ده حتى حلفائها التاريخيين بدأوا يتضايقوا من سياسة، حتى الكيان الصهيوني بقى متضايق منهم، وما بتدعموناش كفاية وسايبيننا كده و ناهيك بقى عن إيران بقى على باكستان، على مش ناس كتيرة مش طايق الأمريكان، والموضوع بقى له فترة. يعني احنا دلوقتي المفروض في اخر المرحلة، عدى منها كتير، فلما يبقى كبير العالم مهزأ معناها ان هو هيسقط قريب ويستبدل بحد تاني. ما انت طول ما انت خرع، سوري بالكلمة،
هيفضل يبدلوا عليك وشوش. امريكا تطلع مش عارف يطلع بدلها البرازيل ولا الصين ولا الهند، واحنا قاعدين واحنا متفرجين. احنا مين يعني؟ انا وانت. حتى روسيا هتبقى قاعده بتتفرج لانها مش قادره ان هي تنط تقعد على الكرسي مكان امريكا لو سقطت. مين اللي هياكل التورته الامريكيه؟ الحلقه الجايه اقول لك، لان الموضوع محتاج كلام كتير. خلصت الحلقه بتاعت النهارده، يا رب تكون واضحه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم. امين.